إذن بعد خيانته وانقلابه ونفيه إلى خارج الأراضي الروسية، بريغوجين عاد إلى طاولة بوتين في لقاء استمر 3 ساعات بحضور أكثر من 25 قائدا عسكريا وفق ما كشفه الكرملين اليوم. قائد قوات فاغنر الذي خطف أنظار العالم يوم الانقلاب الذي استغرق 36 ساعة عاد وخطف الأضواء من جديد بعد تأكيد دعمه لبوتين وأنه باق مع قواته للمحاربة من أجل رئيسه. المعطيات الجديدة تؤكد بأن صفقة ما حصلت بين بوتين وبريغوجين، تقول هنا مجلة نيوزويك، وتحديدا بعدما بقي الرجل المتمرد في سان بيترسبورغ ثاني أكبر مدينة في روسيا ولم يغادر إلى بيلاروسيا بموجب الاتفاق الذي تم بعد عملية الانقلاب. أيضا قوات فاغنر لم تغادر وبقيت في قواعدها وتتنقل بحرية تامة داخل روسيا من دون أي تفكك للقاعدة الرئيسية لفاغنر. وبقيت القاعدة المهجورة التي جهزتها بيلاروسيا لقوات فاغنر خالية حتى الساعة. مشاهدينا، حتى تواجد قوات فاغنر في أفريقيا بقي على حاله بعد التمرد، وهنا أكدت وزارة الخارجية الروسية بأن زعماء الدول الإفريقية لهم الحق حسب ما قال لهم بوتين أن يقرروا بأنفسهم إذا كانوا يريدون مواصلة العمل مع مجموعة فاغنر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.